يا ابني اللي بيخاف من الله لا تخاف منه، واللي ما بيخاف من الله خاف منه. كنت أسأله شو يعني كيف، كان يقول يا ابني اللي بيخاف من الله لا بيطعم بالظهر، ما بيسرق مالك، ما بيسرق جهدك، اللي بيخاف من الله ما بيفكر يشوه سمعتك أو يحكي أسرارك، ما بيحاول يحطم معنوياتك حتى لو اختلف معك بالرأي، كان اختلاف صغير أو كبير. اللي بيخاف من الله ما بيظلم، ما بيقتل، ما بيضر الناس، ما بيستزلم، ما بيعمل حركات. مشان هيك الله يوقف بطريقكم مثل هالنوعية من الناس، لأنه اللي بيخاف من الله بيخاف الناس تشكيه لله. من أشد أنواع الظلم في هذه الحياة القاسية أن يلعب الظالم دور الضحية ثم يتهم المظلوم بأنه ظالم. بعضهم يؤذونك ويستفزونك ليخرجوا منك أسوأ ما فيك، ثم يقولون هذا أنت، وإن لم ترد وبقيت صامتا زادوا في غيهم واعتقدوا أنك ضعيف مهيض الجناح غير قادر على الرد. كلمتي الأخيرة وأقولها للأسف، مين فيكم ما علموا أهله والناس أنه البوم شؤم وأنه الغراب رمز الخراب؟ كلنا تعلمنا أنه الثعلب رمز المكر، وأنه الذئب رمز التحول، والضبع رمز الغدر. تعلمنا أنه الجمل حقود، وأنه الخفاش رمز الرعب. للأسف علمونا أهلنا أشياء مرعبة عن الحيوانات وهي ما لها موجودة فيهم، هي موجودة فينا نحن بني البشر. الحيوان بيقتل لأنه جوعان، بينما الإنسان بيقتل أحياناً كثيرة لما بيشبع. بيقتل أخوه الإنسان حسد وغيرة ونميمة وحقد وتشويه سمعة. ما أفظع الإنسان لما ينوي ما يكون إنسان.